نروح لفرنسا، تحديدا من قدام السفارة المصرية في فرنسا. كان في دكتورة لطيفة كده، يعني كيوت كده يعني، راحت وحد أخذ منها كلمة وقالت لهم أنا الدكتورة ندى وأنا جاية أنتخب السيسي وأنا معرفش إيه، والست اتكلمت بلطف كده والحقيقة كان شكلها حلو جدا ووجه مشرف. خلونا كده بقى نشوف الفيديو الأول ونرجع نقول لكم مين ندى. ليه انت مشغله الاغاني وكده بتاكل النظر؟ لان بلدي انا الدكتوره ندى الدمياطي، انا مدرس مساعد في جامعه الزقازيق، انا جايه هنا بقالي شهرين عشان اعمل الدكتوراه في زراعه الكبد. بلدي، كل ما الواحد بيسافر وبيقرب بيعرف يعني ايه قيمه وطن، يعني ايه قيمه ان انت ليك اسم وطن. لما بتقول انا مصريه، انا من دوله قويه، بيبقى ليك ظهر، يعني بيبقى ليك ظهر في الغربه. طبعا ليا ظهر، طبعا ليا ظهر، وانا مستنيه اليوم ده بقالي من ساعه ما جيت وانا مستنيه اليوم ده. فانا بدعو واتمنى كل الناس، كل الشباب، كل اللي زيي، كل اللي بره مصر، اللي جوه، انه ينزل. انا مش فارق معانا هيقول ايه او هيكتب ايه، ما عادتش القضيه انت هتنتخب مين، لان اظن ان الصوره واضحه، اظن ان الراي دلوقتي كل الناس عارفه الحق فين. ولكن المهم النزول، المهم نقول للعالم كله اللي حقيقي انا اكتشفت ان هو مركز معانا قوي، نقول له ان احنا موجودين واحنا مش محتاجين حد يقرر بدلنا، مش محتاجين حد يقرر احنا هنعمل ايه. احنا 100 مليون مواطن مصري في كل العالم، احنا لما هنحب نختار حاجه هنختارها. شكرا، مش عايزين حد يختار بدلنا. وتحيا مصر، وربنا يديمها فوق راسنا ونديم عزها ونفضل رافعين راسنا بيها دايما. والله دي اكتر حاجه دكتوره ندى انت صدقتي فيها، يعني مصر دايما تفضل فوق راسنا، دي الحاجه فعلا الوحيده اللي احنا اتفقنا عليها ان مصر فوق راسنا كلنا. خلونا بقى نحكي لكم حكايه ندى من اولها، الست اللطيفه الظريفه اللي احنا شفناها في الفيديو ده، واللي طلعت وقالت انا اسمي الدكتوره مها الدمياطي وان انا بعمل هنا الدكتوراه بتاعتي في زراعه الكبد. حلو الكلام، حلو الكلام. اسمها ايه بقى بالظبط؟ اسمها ندى ماهر الدمياطي. ندى ماهر الدمياطي، احفظوا الاسم ده. ندى بتشتغل ايه بقى قبل ما تروح تعمل الدكتوراه بتاعتها في فرنسا؟ بتشتغل مدرس مساعد في طب الزقازيق، وموجوده في فرنسا من شهرين على ما تاخد الدكتوراه بتاعتها. ندى لما كانت طالبه في ثالثه طب، الكلام ده من سنه 2007، اترفع ترتيبها، اترفع ترتيبها من 154، مركزها كان ال 154، لواحد، نطت 153 مركز. ليه؟ ليه؟ ايه العبقريه اللي في ندى اللي تخليهم ياخدوها من ال 154 لواحد؟ افتكرت، نسيت اقول لكم، لانها كانت بنت رئيس الجامعه الدكتور ماهر الدمياطي. لما بقول لكم ندى ماهر الدمياطي واحفظوا الاسم، ماهر الدمياطي ده رئيس الجامعه، فبنتي بنت الدكتور ماهر الدمياطي تبقى في ال 154؟ لا، ال 153 اللي قبلها يتضربوا على دماغهم وندى تبقى رقم واحد. مش اخر القصه كده، ندى لما كانت بقى في سنه خمسه بعد سنتين، ورقه الاجابه بتاعتها اختفت في الماده اللي هي بتاعت بيدرسوها، ماده الباطنه، عشان يتم التلاعب فيها، والفضيحه اتنشرت وكانت موجوده، واللي يكتب كده فضيحه ندى ماهر الدمياطي 2009 هيجيله كل التفاصيل والصور والمستندات، واحنا الصور والمستندات موجوده وهنعرضها لكم. ادي كده 2007 2009، نيجي بقى في 2010، هي ماشيه كده اللي بتقول لك مصر فوق راسي، مصر فوق راسي. 2010 وبعد كل ده وبعد التزوير وبعد التلاعب اللي حصل في ترتيبها، تم تعيين ندى ماهر الدمياطي معيده في كليه طب الزقازيق اللي بيرأسها ابوها. دي قصة ندى. تعالوا بقى نروح لأبوها، أبوها الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق. أول حاجة عملها إنه اختلف مع عميد طب الزقازيق، وقتها كان اسمه الدكتور عصام نور الدين، وعلى أثرها قدم استقالته اعتراض على تغيير نتيجة ندى. الراجل قدم استقالته، الدكتور عصام نور قدم استقالته عشان غيروا نتيجة ندى بنت الدكتور ماهر الدمياطي، وحصل خلاف بين رئيس الجامعة وبين عميد كلية الطب، أدت في النهاية إن عميد كلية الطب هو اللي ساب لهم الجمل بما حمل ومشي. وقتها الطلاب عملوا ثورة، ما هو ما ينفعش كده، مرة تنططوها علينا كلنا وتخلوها رقم واحد وهي لا تستحق، ومرة تانية إجاباتها تتغير وهي برضو لا تستحق. الطلاب لما قاموا وعملوا ثورة حصل ايه؟
طالبوا بعزل الدكتور، الدكتور اللي هو ماهر الدمياطي ابو ندى. وفعلا وقتها كنا في 2011 والمجلس العسكري استجاب وعزله من منصبه، ودي كانت بقى يعني لحظه العزل. عزلوه من الجامعة يعني، والطلاب خرجوا وفرحوا وانبسطوا. بس لأن الدكتور ماهر الدمياطي عنده ناس مهمين ومسؤولين، فبعدها بشهر تقريبا المجلس العسكري رجعه تاني، بس ما خلوهوش بقى رئيس للجامعة، لا ده خليه محافظ لبني سويف كلها. يعني انتوا بتكافئوهم عشان ايه؟ عشان سرقوا ولا عشان ما عرفوش يهربوا؟ هو عشان فاسد والطلبة خرجوا وهتفوا ضده شالوه من الجامعة، فراحوا قرروا ان هم يعينوه محافظ لبني سويف. والناس غضبت والناس ثارت، وخلاص بقى يا مصريين اسكتوا، انتوا بتنسوا، انتوا بتنسوا دايما، فيعني ايه ما تمسكوش فيها قوي كده. المهم بقى لما اخر حاجة، اخر نقطة بقى، اخر نقطة بقى خالص، والمفاجأة اللي بين ندى وبين ماهر الدمياطي ابوها. ندى اصلا ما كانتش في كلية الطب، ندى كانت في كلية العلوم، علوم الزقازيق، لأن مجموعها ما كانش يدخلها طب. في الوقت ده جه قرار من المجلس الأعلى للجامعات إنه يدخلوها طب، مع إن كان المجلس الأعلى للجامعات واخد قرار وقتها إن مفيش حاجة اسمها تحويل من علوم لطب. لكن طبعًا بعد ما الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أبوها اتدخل اتاخد القرار. لان اصل يعني مش معقوله بنت رئيس الجامعه هتبقى في كليه علوم وهي نفسها تاخد لقب دكتوره وتحط السماعه في ودنها وتكشف على البني ادمين اللي هيقعوا تحت ايديها. فده اللي حصل. بعد ما خدت سنه اولى في كليه علوم حولوها ودخلت كليه طب. متخيلين؟ الوحيده الوحيده اللي اتنقلت من علوم لطب فقط. ده غير بقى ان هم اعتمدوا القرار واتقفل الموضوع على كده، وبنته هي اللي اخدت الوحيده اللي تحولت من علوم لطب. وما سكتوش على كده، ده من الجبروت يبقى مركزها ولا ترتيبها ال 154 في الدفعه يخلوها رقم واحد، رقم واحد. ودلوقتي الدكتوره ندى، ان هي كان نفسها في السماعات، الدكتوره ندى بقت دكتوره وبتعمل الدكتوراه بتاعتها في زراعة الكبد في فرنسا، وكمان عضوة في البرنامج الرئاسي التأهيل بتاع السيسي ده اللي هو بتاع تأهيل الشباب. يأهلوا الشباب لإيه؟ عشان يتولوا المناصب الهامة في الدولة واللي السيسي بنفسه بيشرف عليه. انتوا متخيلين احنا وصلنا لفين؟ بس ادي بنت في كلية علوم تخلي والدها يدخلها طب، يبقى في الاخر الدفعه فتتحول لاول الدفعه، تيجي بعدها تسقط في ماده البطنه فتتغير اجاباتها وتنجح، فعميد الجامعه يعترض فيشلوه، الناس تثور على ابوها لانه فاسد شباب يشلوه، فالمجلس العسكري يجي يعينه، يطبلوا، فالبنت تتخرج وتاخد تقدير كويس وكمان تبقى في البرنامج التاهيل بتاع السيسي. هي كان في طبعا بوستات كتيره جدا اتكتبت عن ندى، ناس كتيره جدا بنشكرهم كلهم اللي بعتوا لنا التفاصيل وبعتوا لنا الروابط وبعتوا لنا الصور وبعتوا لنا المستندات، والحقيقه موجوده ومنشوره في كل مكان دلوقتي. احنا حبينا نعرضها عليكم للي مش متابع قوي عشان تشوفوا ازاي دي هتبقى مسؤولة في يوم من الأيام عن إنها مثلا تزرع كبد لشخص مريض، إزاي حياة بني آدم هتبقى تحت إيد بنت فاشلة آخر واحدة في دفعتها ساقطة في سنة رابعة ولا في سنة خمسة، ورغم كده بقت دكتورة كبيرة ومصر على راسي. والله لو مصر بتعمل كده للمصريين
زيك ده الناس يقولوا مش مصر على راسي، ده يعني معرفش ممكن يعملوا ايه في مصر. بس احنا مش عايزينها كده، احنا عايزينها تنضف، عايزينها تنضف بس. فلما نعرف حكاية ندى بالتفصيل كده، الوجه الوحيد الحقيقة اللي كنت شايفاه وجه مشرف، نعرف هي ليه بتأيد السيسي عشان تحافظ على مكانها، عشان الايه يفضلوا مكتمين على السر اللي هي فيه.